بسم الله الرحمن الرحيم، وأحب أرحب بالحضور والجميع. وأنا اليوم لا أمثل الشركة، لكن أمثل مجموعة من المستثمرين اللي حرصوا على الدخول في هذا الاستثمار، وأتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي كرة القدم، اللي حرص كل الحرص على جمعنا جميعا للدخول في هذا الاستثمار. وكما أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلة برئيس النادي الأستاذ الكابتن محمود الخطيب على هذه الدعوة الكريمة. وإذا الكنترول نبدأ نوريكم المشروع. الشركة التي قامت بتصميم المشروع هي شركة بوبيلس الإنجليزية، وهي من أعرق المكاتب العالمية الهندسية في تصميم المنشآت الرياضية، حيث صممت أكثر من 60% من المشاريع العملاقة، وكذلك أكبر المشاريع التي نفذتها مشروع استاد ويمبلي في لندن، وإميريت ستاديوم أرسنال، والآن مشروع توتنهام وأوتو أرينا، ومشاريع عدة يعني لا يمكن حصرها. كما أنها هي الشركة المسؤولة على وضع الأكريديتيشن أو يسموه الكود البنائي للملاعب المخصصة للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لو أخذنا بروسبكتيف مسطح التوزيع، المشروع مكون إلى عدة مناطق. في منطقة متخصصة العلوية للملعب ومرفقاتها، وفي منطقة متخصصة للأكاديمية أكاديمية النادي الأهلي، وفي منطقة مخصصة لميدان الرماية، حيث أن لعبة الرماية مشهورة وعليها طلب كبير في مصر، وكذلك في منطقة أخرى اللي هي يسموها الكالتشرال زون والإنترتينمنت زون، متخصصة كمنطقة ترفيهية وثقافية. Next please. المشروع فكرته انطلقت من معلم من معالم مصر، المنارة زي ما كلكم تعرفوها، وإن شاء الله إنه هذا هو الاستاد، ينبثق من هذا المعلم الأصيل. ولأول مرة في تاريخ التصميم الهندسي في الملاعب الرياضية يتم عمل بناء الفندق والملعب في هيكل واحد. فلهذه هتسمعوا في خلال الحديث أشياء كثيرة لأول مرة. فزي ما قال الكابتن محمود، الهيكل العام هو هيكل مندمج بين الفندق والملعب. هذا منظور آخر يوضح فيه الأكاديمية والملعب والفندق والبوليفارد الخاص بالإنترتينمنت زون. طبعاً الدراسات العالمية توضح، وهذه ليس يعني بغريب، بأن النادي الأهلي التعداد السكاني للنادي الأهلي الآن الأندية تقاس بتعداد سكان، فحسب الحسابات الأخيرة يعادل 80 مليون نسمة حول العالم. النادي الأهلي الآن ينظر بمنظور ليس لنادي محلي بل هو نادي عالمي، وحسب الخطة المعمولة بأنه النادي الأهلي في المراحل السنين القادمة يتوجه للعالمية وليس فقط كمحلي. والرقم المهم
أنه هو يعتبر النادي رقم 10 عالميا من حيث التعداد السكاني بعد نادي ليفربول. هذا المنظور الداخلي الملعب واللي إن شاء الله تعالى حيكون لأول مرة في الشرق الأوسط يوضع في شاشات LED على داير ما يدور سطح الملعب، وحيكون في عدة في يخدم عدة فئات من المجتمع، ففي 4 درجات هوسبيتاليتي وفي 4 درجات يسموها كلاس 1 و 2 3 4. كما روعي في التصميم السي فاليو، والسي فاليو هذا معيار هندسي يتبع لقياس درجة المشاهدة لأرضية الملعب، فبالتالي جميع الكراسي لها أعلى معيار من السي فاليو، وحتشوفوها في السلايد الثاني. فبالنسبة للرؤية والمشاهدة حتكون واضحة لجميع الجماهير. هذا الفالي يدخل على الملعب، هذا مقطع عرضي للملعب يوضح الملعب والفندق. جميع غرف المطلة على الملعب تستطيع مشاهدة المباريات أثناء المباراة، وكذلك يوجد مسارح ودور سينما ومسابح. الملعب أيضا ملعب ذكي في جميع الأشياء المتطورة من ناحية التكنولوجيا والواي فاي والإي تيكتينج وجميع الأشياء المتعلقة بالكاميرات وحتى الخدمات. هذا منظور داخلي للي يسموه الجنرال أدميشن لاونج أو كونكرس، وهذه البريزيدنشال سويت، هذا الجناح الرئاسي، هذا الهوسبيتاليتي اتريوم. وتلاحظوا كمان كيف الانفولفمنت والارتباط حق الرعاة حيكون دائما مستمر، مما يعكس القيمة حتى التجارية وشركاء النادي بالارتباط مع الجماهير من حيث تقديم الخدمات. هذا الهوسبيتاليتي لاونج في الدور العلوي، هذه الفي اي بي بوكسز. بالنسبة للسويتات، الملعب حيحتوي على عدد 160 سويت، وهذا الرقم لا يوجد في أي ملعب في الشرق الأوسط. لأول مرة تم وضع هوسبيتاليتي خاص للجماهير، بحيث أنه وضع زجاج وما يحتاج أشخاص وسكيورتي في حالة دخول وخروج اللاعبين، فالجماهير تقدر تحتك باللاعبين من غير أي، وهذه لأول مرة طبعا تسير. هذا اللاونج اللي هو 360 سكاي كلاب، هذا في الدور العلوي، سطح دائر الملعب على السطح العلوي، وهذا لاونج مفتوح طوال الأيام خلال السنة. أيضا الملعب يحتوي على متحفين، متحف انتراكتيف تكنولوجيا المتطورة والاحداثيات الجديدة مع كرة القدم، والمتحف الآخر اللي هو يتعلق بالنادي الأهلي وكؤوسه، ومعروف النادي الأهلي عاد كؤوسه أكثر من عمره، فإن شاء الله تعالى هذا المتحف حيكون حافل يجمع هذه الأشياء جميعها وحصرها. أيضا سوف يحتوي الملعب على متجر النادي الأهلي، وهذا أكيد حيعكس على القيمة التجارية لمنتجات النادي الأهلي ومبيعاتها، طبعا تزداد أيام المباريات. هذا اللاونج المتخصص للأعضاء النادي الأهلي، وما شاء الله كما ذكر المقدم الحفل بأنه يوجد أكثر من 150,000 عضو. هذا خاص، لو تلاحظوا الجزء السفلي الأيمن من البرزنتيشن
هو السطح او البينت هاوس في التاور. هذا اللاونج خاص في ميتنج رومز وفي لاونجز للاعضاء. طبعا الفندق ان شاء الله تعالى حيتواجد ان شاء الله اكثر من 100 غرفه في الفندق، وان شاء الله نتفاهم مع الاخوان انه اذا ممكن يتسمى كل غرفه باسم ليجند من ليجندز الاهلي. حيكون في اكبر جيم ان شاء الله مطل على الملعب، مفتوح جميع ايام السنه للاعضاء وللمشتركين في النادي. لاول مره ايضا كما يوجد مسبح علوي معلق يطل على الملعب، فهذه نوع من اللي يرغبوا السباحة والمشاهدة. هذا المنظور. الآن هننتقل للإنترتينمنت والكلتشرال سيتي والسينمات. حيكون الأهلي الملعب ليس يوم المباراة فقط، يعني لايف ستايل، نمط حياة. الناس تروح بشكل يومي، توجد مطاعم، توجد معارف وسينمات ومسارح وسينمات وكل. الآن ننتقل لنادي الرماية، وهذا نادي خاص للنادي الأهلي أولمبي. حيكون في نادي رماية داخلي وخارجي، مغطى وغير مغطى، وحيكون مرتبط أيضا بمطاعم ومتنزهات ولاونجز. وهذا المدخل نادي الرماية. بخصوص الأكاديمية النادي الأهلي، يوجد أكاديمية داخل مغطاة وفي يوجد أكاديمية خارجية. وشكرا لكم. الحقيقة بعد ما شفتم مشروع القرار